بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هرد على الأسئلة اللي جات لي في المنتدى بخصوص برنامج الأوتوكاد. أنا كنت سألتكم لو عايزين أي سؤال عن الأوتوكاد أنا هعمل له فيديو هرد على الأسئلة دي، الأسئلة الخاصة بالأوتوكاد فقط وليس برنامج تاني. في أسئلة طبعا محتاجة دروس ودي هعمل لها دروس خاصة بيها وهتكلم عنها دلوقتي، وفي أسئلة أنا هرد عليها دلوقتي لأن سهل إن إحنا نرد عليها في فيديو زي ما انا عاملاه، هكون فيديو صغير للرد على الاسئله السريعه. طبعا في اسئله على صفحتي على الفيسبوك وهي بنفس الاسم جرافيك ديزاينر وبنفس اللوجو، وبرده عندي جروب جرافيك ديزاينر وبنفس اللوجو على الفيسبوك لو عايزين تشتركوا فيهم، وفي موقعي على الويب اللي هو تكاتي.com وده موقع فيه برده مواضيع للجرافيك ومواضيع تانية بتهم الاسره، وهيفيدكم جدا لو اشتركتوا فيه وتابعتوا الموقع. زي ما احنا شايفين دي صفحه القناه، وانا دايما بقول لكم دوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو بيدخلكم على القناه. انا حاطه لينك القناه برده في صندوق الوصف لو عايزين تدخلوا على الصفحه دي. ليه انا بقول لكم ادخلوا عليها؟ عشان فيها حاجه اسمها قوائم التشغيل او البلاي ليست. كل برنامج انا بعمله ليه قائمه تشغيل خاصه بيه فيها كل الدروس الخاصه بالبرنامج ده، فانتوا عشان ما تيجوش تسالوني فين بقيه الدروس، انا بقول لكم الدروس كلها موجوده في قائمه التشغيل دي او البلاي ليست. هنبتدي مع بعض الرد على الأسئلة الموجودة في المنتدى، وقبل ما ابتدي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من أسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان ده بيدعمني في اليوتيوب وبيخليني إن أنا أستمر معاكم، وكمان بيوصلكم كل جديد أنا بعمله. عندي دي واجهة الأوتوكاد في الخلفية زي ما احنا شايفين كده، وعندي سؤالين أنا شايفاهم الاتنين مربوطين ببعض وخاصين باللي أوت. أول سؤال عندي أحمد مصطفى بيقول لي: أولا ربنا يجزاك خير على المجهود وإياك إن شاء الله، عايز فكرة للي أوت والمشاكل اللي ممكن تواجهني فيه. فكره عن لي اوت، انا هقول لك فكره عن لي اوت فكره سريعه وان شاء الله انا هعمل درس للي اوت. المشاكل اللي ممكن تواجهني فيه، طبعا كلنا بتقابلنا مشاكل في اي حاجه مع الشغل، لو قابلتك اي مشكله قول لي عليها وان شاء الله انا هحلها لك. نهى مصطفى عايزه اعرف ازاي اعمل سيف لبي دي اف كذا صفحه من الاوتوكاد، ده برضو خاص باللي اوت، فانا هشرح اللي اوت دلوقتي وهشرح ازاي ان نعمل سيف لكذا صفحه، وندي لاحمد فكره عن اللي اوت سريعه. نبتدي مع بعض، هنقفل السؤالين دول ونبتدي نشرح اللي اوت. زي ما احنا شايفين على الشاشه في ثلاث رسومات، انا هحط كل رسمه في لي اوت. فانا عندي هنا اللي اوت تحت كده زي ما شايفين لي اوت 1 وفي زائد ده نيو لي اوت. طيب احنا الاول هنشوف لي اوت 1، بندوس عليه من هنا اهو بيبين لي الثلاث رسمات. طيب انا عايزه اشتغل في المربع اللي هو عامله لي ده، لازم اعمل ايه؟ بدوس دبل كليك كده، كده اقدر ان انا ارسم او اعمل اللي انا عايزاه. فانا هاخد الرسمه دي لوحدها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهاجي اغير الاسم بتاع لاي اوت 1، هدوس بيمين الماوس واقول له رينيم واسميه مثلا بيبر 1 انتر، وبعدين اعمل لاي اوت جديد اهو، واحد تاني واحد تالت بالشكل ده، واجي هنا واخد الرسمة اللي في النص برضو بدوس دبل كليك، واجي اخد الرسمة اللي في النص هنا اهي برضو في لاي اوت جديد واسميه رينيم بيبر 2، وهاجي لاي اوت 2 واخد الرسمة الاخرانية دي لازم ادوس دبل كليك كده اهي بالشكل ده واسميه بيبر 3. اوكي عايز اعمل سيف بي دي اف للاي اوت دي، بعمل ايه؟ بروح على فايل هنا وفي حاجه عندي هنا اسمها بابلش، شايفين بابلش دي؟ بدوس عليها كده عندي اهي ظهرت لي بيبر 1 بيبر 2 بيبر 3. هاجي من فوق هنا في بابلش 2 اهي بختار بي دي اف، وعندي بي دي اف بريست بدوس هنا وبختار دي دبليو جي 2 بي دي اف. كويس، ممكن ان انا بقى اعمل ريموف لاي شيت موجوده هنا، مثلا انا مش عايزه اظهر دي فبعملها ريموف، او دي نفس الكلام كده انا عايزه بس اللي هو الموديل واللي اوت اللي انا عملتها، خلاص يبقى ده اللي انا حددته هنا. بعد كده بقول له بابلش وبحطه في اي مكان انا عايزاه، فمثلا انا هحطه عندي، انا حاطه على سي امل اوتوكاد، وهاجي هنا
احطه على الجزء ده واقول له select. Do you want to save? Yes. وبعدين اقول له close. زي ما شايفين تحت هنا في publish job in progress، بيبتدي عندي هنا ان هو بيسيبه لي بي دي اف الصفحات اللي انا اخترتها. لما يخلص هنشوف الصفحات مع بعض، بي دي اف هنفتحها مع بعض. كده خلص plot and publish job complete. وهروح على المكان اللي انا حطاه فيه على جهاز الكمبيوتر اهو، drawing one بي دي اف، هدوس عليه دبل كليك كده ونشوفه مع بعض. ادي الموديلنج كله على بعضه، وادي الصفحة التانية، التالتة، الرابعة. كويس، يبقى ده الرد على السؤال ازاي ان احنا نسيف اكتر من صفحة بي دي اف من الاوتوكاد. هكمل معاكم الاسئلة. رضوى محمد عاوزة لما اكتب اوامر تظهر جنب سهم الاوتوكاد لانه بيكتبها في الكوماند بار. سهل جدا يا رضوى، هقولك على الاجابة دلوقتي. عندي هنا بكتب لاين بالشكل ده كده، زي ما شايفين في هنا بوكس بيظهر لي. كويس، هي عايزه البوكس ده، وبعمل كده وبحط الرقم او بكتب على طول. طب انا عايزه اظهر البوكس ده، ده ظاهر عندي كده دلوقتي. في حاجه هنا عندي اسمها كاستمايزيشن، بدوس عليها بالشكل ده، وعندي حاجه اسمها دايناميك انبوت، لو انا دوست عليها كده بتنزل لي الايقونه بتاعتها تحت هنا. شايفين الايقونه دي اهي، شايفه يا رضوى اهي، دي الايقونه بتاعتها. لو انا قفلت الايقونه دي ما خليتهاش زرقاء كده وجيت كتبت لاين، بيكتبهولي تحت هنا في الكوماند بار اهي، لاين بيكتبها لي هنا، لكن مش هيكتب لي، مش هيظهر لي هنا مربع. طب انا لو فتحتها ممكن ان انا اكتبها زي ما انا عايزه. فاحنا هنا عرفنا ان كاستمايزيشن ممكن ان انا انزل الايقونه بتاعتها هنا واشوفها شغاله ولا لا. شغاله، بتبقى باللون الازرق زي ما احنا شايفين كده. هاجي بعد كده على سؤال محسن، كيف اعمل قوس في امر بولي لاين 3D؟ مفيش رسم قوس في امر بولي لاين 3D، مش موجود. بالنسبه للاوتوكاد انا طبعا عملت بحث على موقع اوتوديسك نفسه، ده مش موجود فيه. في حل واحد ان انت ترسم القوس ده، وانا هوريك الحل ده دلوقتي. هنقفل ده كده وتيجي ترسم من هنا اهو، بتيجي ترسم ارك عادي كده، الارك هنا برسمه في الطب عادي اهو، وبعدين اعمل له روتيت 3D حوالين الواي مثلا، واختار النقطة اللي انا هعمل حواليها ومثلا اعمله 90، ونيجي نشوفها ايزومتريك لو جينا لفينا ادي الشكل عندي اتعمل له روتيت. لكن ان هو يتعمل 3D بولو لاين، مفيش ارك في 3D بولو لاين. خلاص، هاجي ارد على السؤالين دول، والسؤالين دول مرتبطين ببعض، اللي هو ازاي ان انا انزل صوره على الكاد. ده مصطفى بيسالها وبيسال على تنزيل ريبار، وده اداه تسليح، وده انا مش عارفه صراحه ازاي ان انا انزل الاداه دي، لكن هقول لك ازاي تحول الصوره الى اوتوكاد. نفس الكلام فاطمه، عايزه صوره فيها رسم معماري الوجه وليكن، وعايزه اعيدها على الصوره. طبعا انا هنا بقول لك الافضل ان انت ما تنزليش صوره وترسمي عليها، الافضل يكون عندك دايمنشن للصوره دي وترسميها من الاول وجديد في الاوتوكاد، وخصوصا ان انت هتحوليها على الماكس. لكن انا هقول لك ازاي تحولي صوره الى الكاد وترسمي عليها، دي هتبقى سهل بعد كده. هنيجي نقفل ده كده. عندي هنا في المنيو فوق في حاجه اسمها راستر تولز، بدوس عليها من هنا اهي كده، وهيظهر لي هنا حاجه اسمها انسيرت ايمج، هي دي اللي انا بنزل الايمج على الاوتوكاد. هنا انا شارحه راستر تولز دي في برنامج اوتوكاد 2020، وهتفيدكم في 2021 ان مفيش فرق، وهنزل لكم اللينك في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هنا بتدوس على انسيرت، هيفتح راستر تولز عنده في برنامج الاوتوكاد، وبعدين بنختار الصوره اللي احنا عايزينها اللي هي الكاد اللي انا عايزه ارسم عليها، بختارها من هنا. كويس، وبعمل الاعدادات بتاعتي. انا هحط لكم اللينك بتاع راستر تولز اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنيجي بقى على الثلاث اسئله الاخرانيين دول وانا هرد عليهم في السريع. كينج ياسين،
السلام عليكم أستاذة، رجاء فيديوهات في أوتوكاد تدير الواجهات والمقاطع. إن شاء الله أنا هعمل فعلا أوتوكاد للواجهات والمقاطع، طبعا الفيديو هنا صغير لازم إن أنا أعمل لها دروس، وإن شاء الله هكون قريب. وفي الهندسة المدنية، أنا هندسة معمارية، فصعب إن أنا أعمل حاجة في الهندسة المدنية. شكرا، مع التوفيق. شكرا ليك. هنا الله أكبر، فيديوهات تعليم خرائط كهربائية. أنا برضو مش هندسة كهربائية خالص، فمش هقدر أفيد في حاجة زي كده. بعد إذنك، عايزين شوية تمارين ده إسلام لبعض المشاريع بحيث نسرع أيدينا. هشوف مواقع إن شاء الله تكون فيها تمارين وأنزلها لكم بإذن الله. أدور وأشوف بإذن الله، لأن مش قدامي حاجة دلوقتي. بكده أنا خلصت رد على الأسئلة. يا رب تكونوا استفدتوا منها. إذا استفدتوا منها ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من أسفل الفيديو وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.